بسرعة نبص على شوية حاجات في الطقس نعرفها. أولا لو ابتدينا من يوم الحد، هنلاقي في الحد الزعف بناء بنقول لحن اللي هو فلوجي مينوس. تلاقوا في فلوجي مينوس تلاقي يقول لك ايه فلوجي، وبعدين تبتدي مينو او 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 او. دول بيعملوا ايه؟ دول هم بيهتفوا او 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 او، ويروح راجعين او او، وشغالين هتاف عشان يستقبلوا الملك المسيح. انا عايز اقول بدي انه اللحن في الكنيسة ما هوش طريقة يتقال بيها الكلام. لحن في الكنيسة إضافة معنى للكلام. لو دورتوا على حاجات كتيرة في الكنيسة هتلاقوا إن نفس الحاجة تتقال، بس كل ما تتقال في مرة ليها معنى مختلف. أشهر حاجة كده لو خدنا أجيوس أوسيوس، هتلاقوا أجيوس أوسيوس أجيوس الشيروس كده ثانوي عادي يعني تمشي الحكاية. وبعدين نيجي نلاقي لما يتقال اللحن بقى ايه تحس ان الكنيسة ايه رقصت كده على طول. يعني الكنيسة تروح شغالة ب يعني فرحانة برقص نفس اللحن نفس الكلمات، ما غيرناش الكلمات، لكن يقول لك ايه جي اجيوس او، تلاقي دموع جات على طول، تلاقي روحك دخلت في ايه في احساس بالوقار والحزن كده، وحاجة تشد القلب يعني، مع ان هي نفس الكلمات. احنا ما قلناش لسه حاجة جديدة، واخدين بالكم؟ اقول لكم حاجة كمان كده، ولو ان ده موضوع طويل يعني لو دخلنا فيه، دخلنا في الطقس واللحن ومعناه، لكن تلاقي في بعض الاحيان ان اللحن يدي معنى عميق قوي. تلاقي انه مثلا في القداس الغرغوري يقول له من اجل الجمت البحر، من اجل عملت مش عارف ايه، الشعب يرد يا رب ارحم. وبعدين لما يقول له لأجل لم ترد وجهك عن خزي البصاق، بنرد نقول ايه يا رب ارحم برضه، بس بنقولها ازاي بقى الكبيرة بقى ايه اللي حصل؟ وكأن الكنيسة قالت يا رب ارحم، وبعدين جت تخلص منها، وبعدين قالت لا تخلص، تخلص ازاي دي؟ ما ينفعش دي تخلص. لأجل أنا يا رب لم ترد وجهك عن خزي البصاق، لا 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 هاتوها لنا دي من الأول تاني. وبعدين يروحوا عايدين، وبعدين تلاقي اللحن بيخلص، وبعدين ياخدوا بالهم إيه ده هيخلص، لا نروح راجعين تاني، يروحوا راجعين تاني يعيدوها تاني، وبعدين يفضلوا يعيدوها تاني. وبعدين تحس كده إن اللحن في الآخر يحصل إيه، يقع منهم اللحن، يعني تحس ان اللحن فضل يخلص يخلص يخلص، وكأن الكنيسة كلها ركزت قوي في موضوع لأجلي لم ترد وجهك عن خزي البصاق، فاللحن فضل ينزل منهم كده فوقع خلص. يعني لو 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 ما كانش خدهم وشدهم قوي كانوا يمكن يعيدوا مرة تانية، واخدين بالكم؟ بس تلاقي واحد بقى راح زاغد اللي جنبه قال لك الشمامسه ملعلعين النهارده، اشمعنى النهارده في الحته دي بلعلعوا؟ ما نعرفش كله قداس في الحته دي لعلعوا، ما احنا مش فاهمين. بس هو اللحن له معنى جميل جدا، ولو قعدنا نتكلم عن اللحن في معناه، تعالوا نتفرج على كبرته. كبرته اللي بتعمله ايه؟ كبرته بتخليني اعمل حاجتين، يا اما اصرخ يا اما انهنه. تحس كده ان واحد بينهنه يعني عمال يقول. وبعدين لما يجي عند
مثلا ايه اكس او اكس ايه، تلاقي واخدين بالكو راح مصرخ وبعدين يرجع ينهنه تاني. ايه اللي بيحصل؟ الكلام ده بيأثر على روحنا. اصل الفكرة احنا مش عقل بس، البني ادم مش عقل بس، البني ادم كيان كامل. فتلاقي الطقس على بعضه يكون فكرة في الانسان، يبني في كيان الانسان على بعضه، خلين بالكو يعني يأثر فيه. عشان كده تلاقي انه لازم نحط شوية رايات سودة كده ام العين تشوف، وده كمان بنستخدمه في شموع وبنستخدمه في بخور طالع يأثر على الإنسان في منظر يشوفه. كمان الأيقونات اللي حوالينا اللي موجودة تحسسنا إن الكنيسة كلها بص علينا، وأحداثها إحنا حاسين بيها وبنحس إن إحنا في السماء، واخدين بالكم؟ فطقس الكنيسة يأثر في الكيان كله، جزء منه اللحن يأثر في وجداني بقوة، ما هواش يعني انفعال بقى عاطفي، ما هوش انفعال عاطفي، ما هوش ربي يسوع اني احبك، لا بس استنى بس يا عم بتعمل ايه بس يعني. انما تلاقي الحكاية ومع الزمن تبني تأكيوميليت. عشان كده لو قلنا عندنا اوبشن من اتنين، نشيل الطقس خالص ونخلي كله تعليم، او نحط الطقس بس ونشيل التعليم، نلاقي روحنا لازم نختار ان الطقس مش التعليم. ليه؟ لان التعليم ممكن يتغير، التعليم ممكن يبقى مع الزمن يتغير، انما الطقس يحوي جواه تعليم باقي مع الزمن. احنا في جيل محظوظ، جالنا واحد زي الانبا رافائيل، ده راجل يعني ده فينومينا، ده ظاهرة، جه كده اتسلطن في الطقس وحبه وابتدى يشرح لنا ايه اللي فيه، فتلاقي الناس يقول لك الله ده جميل قوي، حلو قوي اللي انت بتقوله ده، معقول احنا بنعمل الكلام ده؟ يقول لك انت بتعمل الكلام ده كله. فده دي فكرة الطقس. تعالوا افرجكم شوية حاجات كمان كده. احنا نيجي في اخر يوم الحد الزعف نروح مصليين حاجة اسمها الجناز العام. الجناز العام لما بنصليه عشان يبقى فيه عندنا في الاخر شوية مية نحتفظ بيه. المية دي مش عشان نرش الناس، الناس تحب تترش نرشوه ماشي يعني، ينبسطوا ينعنشوا كده ويعني وما فيش مشكلة، احيانا بيبقى الجو حر نرشوه، بس المية دي مش لكده. المية دي بتتشال عشان لو حصل ان حد انتقل في ايام الاثنين والتلات والاربع والخميس والجمعة ما نصليش عليه، نقول له معلش احنا مش فاضيين. تقول لي حكاية موضوع الصلاة على الميت ده، يعني هو موضوع الصلاة على الميت ده حاجة بجد يعني؟ اقول لك ده بجد ونص. اصل خدوا بالكم، اولا ليها مصدر كتابي، قديس بولس الرسول ذكر واحد اسمه انسيفوروس، ذكروا مرة بسلامات، وبعدين ذكروا مرة تانية وقال ايه ليعطيه الرب رحمة في ذلك اليوم، وذكر اسرته ان ربنا يديهم سلام. نقول له يعني هي دي كلمة مجاملة يا قديس بولس يعني بتقولها؟ يقول لي لا، مجاملة احنا في الكتاب المقدس مجاملات. نقول له ما الحكاية بقى ليعطيه الرب رحمة في ذلك اليوم؟ يقول طبعا، مش هو اداني سلطان قال لي اللي تربطه على الارض يتربط في السماء واللي يتحله على الارض يتحل في السماء؟ نقول له مظبوط. يقول ما احنا نيجي بقى نجتمع ككنيسة، وباجتماعنا ككنيسة لينا سلطان، نقول له يا رب هذه النفس التي اجتمعنا بسببها احنا عايزينها تبقى في الفردوس، احنا ككنيسة عايزين النفس دي تبقى في الفردوس لان ده جزء مننا بنحبه واحنا عايزين، فعشان خاطرنا يعني اديله رأفة
فربنا لأجل هذا الحب ولأجل أنه هو يشرك الإنسان يقول طب خلاص. تقول لي يعني معناها لو واحد مجدف وجه صلى وصلينا عليه تمشي الحكاية؟ يقول لك لا. طب مين اللي شرح لنا الحكاية دي؟ شرح لنا الحكاية دي القديس يوحنا، قال ان في خطايا للموت وخطايا ليست للموت. الخطايا التي ليست للموت دي تطلبه عشان خطر، انما الخطايا التي للموت ليست، لا مش دي اللي بقول تطلبه عشانها. نقول ايه الحكاية؟ يقول لك اصله لو عندنا واحد منتحر ما نصليش عليه. ليه؟ لانه هو اعلن رفضه لعمل الله. فالكنيسة تقول لا، احنا ده نقدر نقول ازاي ان احنا ده عايزينه، ده نسيبه بقى في ايدك انت يا رب، انت بقى ايه، احنا نبعد خالص ملناش دعوة. تقول يعني مش هيروح السماء؟ اقول لك احنا قلنا ملناش دعوة، احنا قلنا واحنا صلينا صلوة اسمها صلاة الجحيم؟ لا احنا ما صليناش صلوة صلاة الجحيم، قلنا ملناش دعوة بقى، ده نرفع ايدينا، ده ما نعرفش نعمل فيه ايه. الشخص اللي مصر، الشخص اللي مات مهرطق أصر على تعليم غلط، الكنيسة متصليش عليه. تقول لي يعني معناها الرجل ده يروح الجحيم؟ خلوا عندكم شوية رحمة. يقول احنا قلنا ملناش دعوة، احنا نسيبه في ايد ربنا ملناش دعوة. لكن الشخص التاني ده احنا بنقول له يا رب ده احنا عايزينه، ان كان يعني فوت شوية يعني فخلاص معلش يا رب احنا يعني نستحمله. يقول يعني انتوا سمحتوا؟ يقول اه. يقول خلاص وانا كمان، اما دانك احد ولا انا ايضا ادينك. خلاص شوفوا الفكره ماشيه ازاي. لكن احنا لما نيجي بقى في الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه نقول لاي كل الناس، نقول لهم بصوا ما احناش مستعدين نفكر في حاجه تانية، احنا مركزين في حاجه واحده، في الخلاص اللي اتمه ربنا يسوع، مش هنفكر في حاجه تانية مهما كان. عشان كده لا نذكر الدسين، ما عندناش سنكسار، وما عندناش ان احنا نصلي على حد ميت. طب افرض حد مات، نقول له اه ما احنا صلينا لاجلك مسبقا وشلنا لك الصلاة دي في المية، فيتخش الشخص ده الرجل او الست يعني خش يحضر ساعة من ساعات البسخة ويترش بالمية اللي تصلى في الجناز العام ويروح يدفن. ما احنا صلينا على المية ده هي، وقلنا ان يعني فيها قوة الصلاة. دايما في الاسرار مادة ملموسة تنقل قوة روحية غير ملموسة، في كل الاسرار الحكاية ده هي. فمن يعني من ضمن الحاجات برضو، ده مش سر لكن من ضمن الفكرة نفسها يعني فكرة الكنيسة، انه بقية المية ده هي تحوي صلوات الجناز. فلما بنرش الشخص ده نقول له بص احنا مش فاضيين لك، احنا نرشك ونمشيك، فيعني نروح عاملين الحكاية دي، فيترش ويروح يدفن وخلصنا من الحكاية دي. فعشان كده الجناز اللي بتعمل في يوم الحد ده او الصلاة اللي بتعمل دي بتعمل اسمه الجناز العام، والمية اللي في الاخر ده هي مش لرش الناس، انما زي ما بقول لكم الناس بتحب تترش تترش يعني، ما يجراش يعني حاجة فرفشة وخلاص يعني، ما تزعلش يعني. وبعدين نبتدي في التسبيحة، يتوقف كل حاجة في صلواتنا ونفضل نصلي نقول له لك القوة والمجد والبركة والعزة يا إمانوئيل إلهنا، ونقولها تاني ونبقى مركزين في الصلوة دي. نيجي على يوم الثلاث الساعة 11، يوم الثلاث الساعة 11، تعرفين اليوم عند اليهود بيبتدي من الغروب للغروب، احنا عندنا اليوم بيبتدي من الشروق للشروق. هما كان اليوم عندهم او دلوقتي حتى بيبتدي من الساعة 12 للساعة 12، فعشان كده الحكاية دي مرات تلخبط. لكن يعني يوم الاثنين بالليل عندنا ده كده ابتدينا في الثلاث، وبعدين 11 يوم الثلاث احنا كده خلصنا الثلاث، هنبتدي في الاربع. فنقول اه ده الاربع ده اللي حصل فيه ايه؟ حصل حاجتين مهمين جدا. وهو راجع من اورشليم، عارفين زي ما كنت قلت لكم انه يوم الحد هو دخل اورشليم ملك، ودخل بص على الهيكل كده
اشرح لنا القديس ماري مرقس الحكاية ده. هي يقول لك نظر شاف كل حاجة، شاف هو هيعمل ايه، ما عملش حاجة من حد، وراح طالع على بيت عنيا. قضى في بيت عنيا ليلة الاثنين بالليل اللي هي الحد بالليل في اوقاتنا احنا يعني، وراح يوم الاثنين عمل الصوت وطرد الباعة وقلب الحكاية وقال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى وطردهم. فجم يوم الحد لما دخل قولوا رؤساء الكهنة قالوا له انت مش سامع الكلام ده؟ طبعا حاجة بتاعت 2 مليون بني آدم كانوا حوالين المسيح في اليوم ده، دخوله كملك أورشليم. الآباء بيقولوا أو يعني الدارسين بيقولوا إن كان في تقريبا 2 مليون بني آدم حواليه، فطبعا حاجة يعني تخوف، ما قدروش يقربوا منه. فقالوا له أما تسمع ده بيقولوا كلام إحنا مش طايقينه يعني. قال لهم بصوا لو دول سكتوا الحجارة هتتكلم، بس انتوا فوقوا، عايزين تفوقوا الفرصة قدامكم، ما فقوش. فسب لهم حكاية. لما جه تاني يوم بقى ده اتكلم على رؤساء الكهنة اليهود قال لهم فوقوا ارجعوا عن اللي انتوا بتعملوه. جالهم يوم الاثنين بقى، ففي يوم الاثنين ابتدى يدي علامات بقى، ابتدى يدي علامات، وهو رايح شاف شجرة التين لعنها ما فيهاش ثمر، اللي هي الأمة اليهودية ما فيهاش ثمر، فالشجرة يابست. التلاميذ ما خدوش بالهم انها يابست في الحال، انما هي يابست في الحال، وراحوا ماشيين. تاني يوم يوم الثلاث قديس بطرس وهو معدي قال لهم معلم الشجرة دي يبست، قال له خد بالك. هم كانوا جايين من بيت عنيا وماشيين على جبل الزيتون، يطلعوا جبل الزيتون وينزلوا يدخلوا أورشليم. فهم على جبل الزيتون قال لهم شايفين، لو قلت لهذا الجبل عنده إيمان هذا الجبل ينتقل. طب الجبل ده اللي هو ايه اللي عليه أورشليم؟ قال لهم ان هذا الجبل هينتقل، الكلام ده مش هيفضل حجر على حجر. وابتدى يشرح الموضوع. في الساعة 11 بقى يوم الثلاث اللي هو 3 بالليل بداية الأربع قال كده، قال ان ابن الانسان يسلم. تعلمون ان وهم راجعين بالليل من يوم الثلاث، يوم الثلاث قاعد يعلم في اورشليم، وبعدين وهو راجع قال لهم تعلمون ان بعد يومين عيد الفصح وابن الانسان يسلم. يسلم دي مش سيسلم، يسلم دي بالفعل الحاضر، يعني هو بيتسلم دلوقتي. يقول لنا كده الانجيلي بتعبير لطيف قوي، وللوقت اجتمع رؤساء الكهنة. شوف التعبير ماشي ازاي، شوفوا الاباء كانوا فاهمين الحكاية ازاي. لما هو قال يسلم ادهم الامر ان هم اجتمعوا في ميعاد غلط. ما ينفعش ان هم يجتمعوا بالليل، قوانين السنهدرين متمنع ان هم يجتمعوا بالليل، لازم يبقى الصبح، ولحد النهاردة المحاكمات لازم تبقى الصبح، انما هم اجتمعوا بالليل. وبعدين تشاوروا ما بينهم، فكان قرارهم انه يعني لازم يتقبض عليه بس نخليها مش في العيد. وهم قاعدين يتكلموا جالهم يهوذا قال لهم تدوني كام وانا اسلمه لكم؟ قالوا طب ما دي فكره، ده من تلاميذه. وبعدين يظهر الحقيقه يعني يهوذا ده خد كلام صعب قوي، بس هو يظهر كان كده يعني تعرفين رؤساء الكهنه دول ناس يعني تقيلة يعني تفهم البني آدم يعني. فشافوه قالوا ده ممكن يعملها. بس بصراحة تخيلوا كده لو جالنا واحد يقول لنا كلام بالشكل ده نقول ده بيهزق بينا، ده هيلعب بينا يعني، نصدقه ازاي يعني، نمشي وراه ازاي؟ وبعدين دول يعني دول رؤساء كهنة يهود يعني مش سهلين، ده بيبقى اليهودي العادي يدوخ بلد يعني، فما بين رؤساء الكهنة دول يعني مش سهلين يعني. فازاي هم كده صدقوه؟ يبدو ان هو كان يبدو عليه ان هو ممكن يعملها يعني. فقالوا له احنا نديك فلوس كويسه، ما اتفقش
اتفقش، بس هو يعني ايه عايز يمشي البيع. ده اللي حصل يوم الثلاث. نيجي يوم الاربع، ربنا يسوع رجع على بيت عنيا، قضى يوم الاربع في بيت عنيا، ما تحركش من هناك، قضى اليوم كله ما تحركش خالص من هناك. وحصل القصة بتاعت كسر قارورة الطيب، وهو كان في الاربع ده يعني بالليل مساء الاربع، يعني جزء من يوم الاربع حصل الخيانة دي. عشان كده شوفوا طقس الكنيسة واعي ازاي، يجي يوم الساعة 11 يوم الثلاث يضيف يقول له مخلصي الصالح، انت مخلصي الصالح، خلاص بقيت مخلصي الصالح، اعلنت دي، انت قلت، انت اعلنتها واحنا مسكنا فيها، فاحنا نبتدي في الاغنية بتاعتنا اللي هي بنغنيها والتسبيحة بتاعتنا بتاعت سكتة يوم، نروح مضيفين من اول الساعة 11 في يوم الثلاث، اللي هي خلاص التلات، اول ما التلات خلص كأننا الكنيسة بتقول احنا مستعجلين مش مستنين، لان لما نبتدي يوم الاربع احنا فرحانين بالفكرة ان احنا نغني لك ان انت مخلص الصالح، ما انت قلت، فيروحوا ضايفين مخلص الصالح. نخلص برضو سكتة يوم دي، بتيجي من يوم الجمعة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة بنضيف الجزء الثاني اللي بيضاف اللي هو قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا مقدسا، خلاص بقى ثبتت الحكاية فأنا فرحان بيها. تيجي الكنيسة بقى تعمل حاجة لطيفة جدا، تروح جاية مسمية لنا يوم الأربع ده أربع أيوب. نقول أربع أيوب، إيه علاقة أربع أيوب إحنا في البسخة؟ إيه اللي جاب ده بده؟ يقول لك أصله في يوم الأربع ده بيتقري الميمر بتاع أيوب. طب كان يقروا التلات ونسميه تلات ايوب، يعني شمعنا الاربع اللي ده هم بيقروا الاربع عشان هو الاربع الميمر بتاع ايوب عشان هو اربع ايوب، يعني التسمية مش العكس. يقول لك لا، اصل خد بالك ان المسيح وهو قاعد في بيت عنيا تمر في جواه الام صعبة جدا، فدي تشرح لنا بقى موضوع الالم، تشرح لنا موضوع الألم. موضوع الألم ده في منتهى الأهمية، لأنه موضوع الألم ده هو العلاقة مع الله، هو مفهوم العلاقة مع ربنا، ده موضوع مهم جدا. عشان كده أول سفر اتكتب في الكتاب المقدس هو سفر أيوب، ده أول سفر اتكتب، أول حاجة تسجلت في الكتاب المقدس هو سفر أيوب. أيوب ده قصة يعني ممكن ألخصها في كلمتين، أيوب البار كان غني وابتلى والرب أزال عنه البلاء، خلصت الحكاية. مش هذه الحدوتة؟ يقول لك لا استنى بس، هو الحكاية بالبساطة دي، ده أيوب ده يعني ربنا سمح أنه يكون أول سفر يدون لأنه يشرح عمق العلاقة مع الله بشكل قوي جدا. إيه بقى عمق العلاقة مع الله؟ أصله العلاقة مع الله هي حب، شرحت لكم الحكاية دي مش عايز أعيدها. العلاقة مع الله هي حب، والحب يحتاج لحرية إرادة، وحرية الإرادة تحتاج لألم، ماشي كده؟ فالألم ما يتفهمش غير في إطار الحب، وهو ده موضوع الصليب، موضوع الحب اللي في الصليب. يعني ايه ليه الصليب وليه الكلام ده كله؟ هو اللي يشرح الحكاية ده. لكن انا هاخد حتة حرية الارادة، لان حرية الارادة دي مهمة قوي، لان فيها جزء النهاردة حاول اشرح حرية الارادة دي وخلص، لان بقيت الساعة 10 لربع ولو انا قعدت اتكلم مش هخلص، فنشرح بس حتة حرية الارادة دي ونخلص. حرية الارادة دي هي يعني نسأل، طب هو يا رب ما كانش ينفع انك تحط آدم وحواء في الجنة وما تحطش شجرة معرفة الخير والشر دي؟ كنا ريحنا الحكاية، كانت الناس عاشت في يعني آخر جمال وخلصت الحكاية. يقول لك لا 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 لا، ايه اللي بتقوله ده؟ يعني آدم وحواء يعيشوا في الجنة غصب عنهم؟ ما ينفعش. يجي الشيطان يقول لربنا، يقول له مين قال ان آدم وحواء بيحبوك؟ مش بيحبوك؟ يقول له ازاي؟
ده هم بيقولوا انه بيحبوني، هم لقيوا حاجة تانية وما عملوش؟ هي كانت ليهم فرصة تانية ان يعملوا حاجة وما عملوهاش؟ واخدين بالكم الفكرة جاية ازاي؟ فلازم كان شجرة معرفة الخير والشر هي فرصة للإنسان أن يعلن بإرادته حبه لله، ما كانش اختبار للإنسان، ما كانش امتحان، إنما هي فرصة للإنسان أن يعلن بإرادته حبه لله. طب يا رب ما أنت عارف إن الإنسان مش هينجح في دي، يقول معلش ولو، بس يتعلم أساس الحب، يتعلم أساس العلاقة الصح، ويبقى يتعلم حرية الإرادة المظبوطة وتمشي الحكاية. طيب تعالوا نشوف بقى أيوب عمل إيه. ما هو نفس القصة، دخل الشيطان قال له ها جيت منين؟ قال له من الجولان في الأرض. قال له وضعت يدك على عبدي أيوب وهو رجل بار. قال له يعبدك مجانا؟ هبيحبك ببلاش؟ ما أنت يعني مسيج حواليه وبروق له الحكاية تمام. شوف لو 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 خبط ايوب ده يجدف في وجهك. قال له طيب. طب شوف الحاجات اللي حواليه مد ايدك عليه، لكن ليه هو ما تمدش ايدك؟ فراح فرصته اخبط الفدان البقر كلهم ماتوا وبقيت انا وحدي وجئت له اخبرك، مش عارف الفدان الحمير كلهم ماتوا بقيت انا لاحد لاخبرك، مش عارف كله موت 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 والعيال وقع عليهم البيت وماتوا كمان. ايوب قال الرب اعطى الرب اخذ ليكن اسم الرب مبارك. فرجع قال له ها؟ قال له طبعا، ما هو انت يعني حافظ عليه هو، خبطت اللي حواليه لكن محافظ عليه هو. قال له طيب تمد ايدك عليه هو على جسمه لكن على نفسه ما تمدش ايدك، ما تقربش منه. قال له حاضر. راح ضرب ايوب للاخر واحتمل ايوب. القصه مش قصه بطوله احتمال، لكن تعالوا نفهم اللي حصل. اللي حصل انه ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه مهما أعطى كل اللي حواليه لسه؟ طيب ولما يتضرب في جسده، هو مين اللي اتضرب في جسده غير ربنا يسوع؟ شوفوا الفكرة جاية ازاي. عشان كده أيوب ده كان نموذج لربنا يسوع، وزي ما رجع تاني حي بعد ما اتضرب، رجع تاني ربنا يسوع وأعد له 7 أضعاف، يعني أعد له للكمال. شوفوا النموذج ماشي إزاي. عشان كده تيجي الكنيسة تقول آه لا إحنا لازم نقرأ ممر أيوب ونسمي يوم الأربع أربع أيوب، لأنه بيجتاز ربنا يسوع آلام نفسية ابتدى الصليب، هو ابتدى الصليب، هو ابتدى الآلام النفسية من الوقت ده. ده كده يفكرنا بأيوب ونرجع ليه. طب حرية الإرادة برضو، بصوا خضوع الإرادة اللي هو حصل في بستان جسماني، أصل ربنا يسوع في تجسده ما كانش بس غرضه الصليب، يعني ما كانتش الفكرة فكرة إن هو بيتجسد عشان يتمم الصليب وخلصت الحكاية، إنما كان في بروسس تانية، إعادة صياغة الإنسان اشرحها القديس أثناسيوس. القديس أثناسيوس شرحها إزاي؟ قال إنه كان في ملك عنده ابن اترسمت له صورة جميلة جدا، وجي واحد رمى حبر على الصورة فالصورة باظت، يحصل ايه؟ قال لك جبنا الملك جاب الابن مرة تانية عشان تعاد الصياغة الصورة مرة تانية على الأصل. فاللي حصل كده في التجسد، فعشان كده كل حاجة تمت في التجسد تمت لإعادة صياغة الإنسان مرة تانية، فمن ضمنها تسليم الإرادة. عشان كده كان لازم يقول له لتكن لا إرادتك، نقول له يا رب هو أنتوا ليكوا إرادتين ولا إيه الحكاية؟ يقول لك لا حبيبي بس أنا بسلم له الإرادة. عشان كده نقولها في القداس، نقول له سلمت لك حرية مشورتي. طب لما سلم لك حرية مشورتي يحصل إيه؟ أكتب أعمالي تبعا لأقوالك.
شايفين الفكرة؟ نلاقي في مقابلة ما بين حواء وما بين التجربة على الجبل. فحواء عملت نفسها هي اللي بتحكم مين الصح ومين الغلط، ايوه ده صح ايوه ده غلط. على التجربة في على الجبل ربنا يسوع ما حكمش، انما يقول له اعمل كده يقول له لا ما اعملش، يقول له ليه يقول له لانه مكتوب. ربنا قال لا. انا مش بتفلسف، انا مش بقول، ربنا قال لا يبقى لا. تمام، واضح الفكرة؟ اعتقد كده كفاية وزيادة. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين.